السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المواد اللي بيتم تصحيحها في مركز التصحيح الإلكتروني بتكون متسجلة على جهاز الكمبيوتر الخاص بالتصحيح داخل مجلد اسمه داتا، وبيكون في آخر بارتيشن اللي هو بارتيشن E، لأن الجهاز عليه 3 بارتيشن C و D و E. فلو فتحنا بارتيشن الـ E بنلاقي مجلد الداتا ومسجل عليه كل الملفات وكل المواد اللي تم تصحيحها بالمركز. بنستفيد ايه من الملف الاكسل اللي بيطلع من التصحيح الالكتروني؟ اولا لو جينا فتحنا مجلد داتا وشفنا اي مادة، زي مثلا مادة كلية، مثلا كلية اداب، مادة اسمها مصادر التاريخ الاسلامي، بنلاقي موجود منها ملفين، ملف بيتم فتحه على الاكسل، وملف تاني بياخد امتداد دي اي تي، اللي هو يعني نفس المادة اهي موجود ليها ملفين، ملف بيتفتح على الاكسل امتداد سي اس في والامتداد تاني دي اي تي. طيب لو انا كلية الاداب وعايز اشوف المادة مثلا اللي اسمها اداب مصادر التاريخ الاسلامي، لو جيت فتحتها هلاقي قدامي حالة من الاتنين، يا اما ان كل البيانات بتاع الطلاب متسجلة في عمود واحد اللي هو عمود ايه، او ممكن الاقي شكل اخر زي اللي اوريه لحضرتك حالا دلوقتي، او الاقي ان المادة متسجلة في أعمدة منفصلة الاي دي، وبعد كده السؤال الأول من اختيار متعدد وهكذا لحد ما في النهاية خالص بيظهر قدامي اللي هو السكور أو التوتال سكور بتاع الطالب، ودرجة السؤال الأول الاختيار المتعدد، ودرجة السؤال الثاني الخاص بالصواب والخطأ. لو أنت فتحت ملف الإكسل بتاع المواد الخاصة بحضرتك ووجدت قدامك إن هو متقسم بالشكل ده كده، خلاص كده ما عندكش أي مشكلة. طيب لو لقيته موجود زي المادة اللي اسمها مصادر التاريخ الإسلامي، أعمل إيه؟ أعلم على العمود، أقف على اسم العمود، بعلم على العمود من هنا كده من اسمه، أقف على العمود إيه اللي هو فيه كل البيانات، وأبدأ أحوله من عمود واحد لأعمدة منفصلة. الخطوة الأولى هقف على اسم العمود، أدي العمود أهو مش لو أنا وقفت في أي مكان يبقى العمود مش مختار، فلازم أعمل له سيلكت أو تحديد، فبقف على ايه اللي هو اسم العمود واضغط عليه كليك لما الماوس يكون بالشكل ده كده. بعد كده بتحول على من فوق خالص في الريبون حاجه اسمها داتا، وبعد كده بقول له انا عايز احول التكست الى اعمده، تكست تو كولمز، بيجي لي كده ويزرد او معالج بيمشي معايا مجموعه من الخطوات. الخطوه الاولى ما بغيرش في اي حاجه، بقول له نيكست. في الخطوه الثانيه بقول له لا، انت لما تلاقي كومه اعمل ايه؟ افصل البيانات، حتى بتلاقي قدامك هنا كده معينه، بقول له لما تلاقي كومه ابدا افصل نيكست، وبعد كده ما بغيرش في اي حاجه خالص هنا وبقول له فينش. بلاقي مباشره ان كل البيانات ظهرت قدامي، واصبح كل بيانات كل سؤال موجوده في عمود مستقل. ده الشكل القديم اهو، وده الشكل اللي احنا حصلنا عليه لما حولنا البيانات من عمود واحد لاعمده منفصله. بعد الخطوة دي مباشرة يبقى لو لقيت قدامي ان البيانات واجابات الطلاب المسجلة داخل ملف الاكسل موجودة في اعمدة منفصلة بهذا الشكل، كده ما عنديش مشكلة. لو لقيتهم في عمود واحد بهذا الشكل فبحتاج اروح للريبون واختار من داتا واقول له ان انا عايز احول النصوص الى مجموعة من الاعمدة. بعد ما خلاص حولتها لمجموعة من الاعمدة، خلي بالك هنا الامتداد ايه؟ سي اس في، سي اس في. انا عايزك تروح جاي من فايل وتقول له سيف اس، واقول له ان انا عايز احفظ الماده دي في مكان تاني خالص مستقل، احفظها مثلا عندي على الديسك توب كده مثلا، واقول له ان انا عايز احفظها مش امتداد سي اس في، افتح كده القائمه اللي هنا اللي هي سيف اس تايب، واختار اكسل ورك بوك اكس ال اس اكس، واقول له سيف. كده خلاص اصبح عندي الماده متسجله عندي ومحفوظه على الكمبيوتر بامتداد اللي هو ايه؟ اكس ال اس اكس. كده بمجرد ما بفتحها بيكون سهل عليا في التعامل معاها، ان انا اقدر اتعامل مع ملف الاكسل بكل سهوله. لو جينا بصينا، طيب استفيد ايه من ملف الاكسل اللي قدامي للماده مثلا اللي احنا شفناها؟ اول حاجه ان انت بتلاقي ان موجود فوق في اول صف، الصف رقم واحد، الاي دي بتاع الطالب هنتعرف عليه دلوقتي، وبعد كده بما ان كرست الاجابه دي بتبدأ من أسئلة اختيار متعدد
فهنا السؤال الاول ام سي كيو 1 ام سي كيو 2 و3 وهكذا لحد كام؟ اخر سؤال ام سي كيو. يبقى اول حاجه بنلاقي ان موجود انا الاي دي وهنعرفه دلوقتي، وبنلاقي بعد كده اللي هو الاسئله كل سؤال واجابات المعلم عليه. فبنلاقي انا عندنا ام سي كيو 1 اللي هو السؤال الاختيار متعدد الاول الثاني الثالث. وكليه اداب طبعا بتستخدم، لو انتم شايفين بتستخدم نموذج كراسه الاجابه الالكترونيه اللي بيكون فيها 40 سؤال، عشان كده عندنا كام؟ عندنا ام سي كيو لحد 40 بس. يلا الام سي كيو اللي هو تي اف 1 تي اف 2 ده اللي بيعبر عن السؤال اللي هو الصح الصواب والخطا. طبعا عندنا هنا زي ما انتم شايفين من اول سؤال الصواب والخطا واحد لحد سؤال الصواب والخطا رقم 30. وبعد كده في الاخر بنلاقي اسئله الماتشنج او توصيل من اول ماتشنج 1 لحد ماتشنج كام؟ 10. يبقى كده بمجرد بس كده الاول اتعرفنا على ان الصف الاول بيعبر لي عن اللي هي رؤوس اللي هي الاسئله. الصف الثاني مهم جدا بالنسبه لنا. الصف الثاني بيعبر عن نموذج الاجابه الخاص باستاذ المقرر، اللي هي الاجابه النموذجيه اللي الجهاز سجلها وقارن بيها اجابات الطلاب. فهنا بنلاقي ان المعلم كان بيقول ان اجابه السؤال الاول في الاختيار من متعدد كانت بي، وبنلاقي هنا بالفعل ده اول طالب جاوب كان جايب بي، والطالب الثاني كان كاتب بي، وبعد كده دي يبقى الطالب ده مجاوب غلط بي 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 وهكذا، الطالب ده مجاوب خطا، الطالب ده مجاوب خطا. يبقى اول صف بعد اللي هي رؤوس اسماء الاسئله بنلاقي على طول موجود اجابات الطلاب على كل سؤال. السؤال الثاني المعلم قال ان الاجابه النموذجيه ليه كانت دي، وهكذا بقية الأسئلة. يبقى الصف الأول ده بيعبر عن الإجابة النموذجية للمعلم في سؤال الايه؟ الام سي كيو أو الاختيار من متعدد. بعد ما بنخلص الام سي كيو بنلاقي ترو فولس فاضي. ليه؟ لأن الصف الثاني، الصف اللي هو الثاني اللي هو من أول هنا كده، بيعبر لي عن الإجابة النموذجية للمعلم في أسئلة الصواب والخطأ. فبنلاقي هنا المعلم قال إن اف إجابة السؤال الأول، تي إجابة السؤال الثاني في الصواب والخطأ، والتي إجابة السؤال الثالث، والإف إجابة السؤال الرابع وهكذا. إحنا بنصحح دايماً كراسة الإجابة بعد، يبقى بعد ما بنخلص تصحيح بنصحح كراسة الإجابة الخاصة بدكتور المادة عشان نتأكد إن هي مظبوطة، وإن المفروض إن الطالب لو جاوب نفس الإجابات هياخد الدرجة النهائية. فلو جينا في الآخر خالص بعد انتهاء الصواب والخطأ والماتشنج بنلاقي عندنا ثلاث أعمدة مهمين قوي. سكور اللي هي درجات الطلاب النهائية، MCQ درجة السؤال الأول اللي هو الاختيار المتعدد، وبعد كده اللي هو TF score اللي هو درجة سؤال الصواب والخطأ. طيب لو كان الدكتور حاطط سؤال ماتشنج برضو إجاباته بتنزل هنا، والدرجة بتاع الماتشنج بتنزل هنا، وبيبقى موجود الإجابات بتاعتها. الامتحان ده كان بيتكون من 40 مفردة في الاختيار المتعدد، والسؤال الثاني اللي هو صواب الخطأ كان فيه 12 مفردة. لما جينا صححنا كراسة الإجابة الخاصة بالمعلم عطانا هنا 40 من 40 في السؤال الأول، والسؤال الثاني صفر. ليه؟ لأن دكتور المادة بيصحح كل سؤال في ورقة إجابة إلكترونية مستقلة. ولما صححنا السؤال الثاني بالفعل جاب 12 من 12 في السؤال الثاني، والسؤال الأول صفر. ليه؟ لأن بالفعل كراسة الإجابة الإلكترونية بتاع المعلم في السؤال الاختيار الصواب والخطأ كان متصحح فيها سؤال واحد فقط. كل ورقة بتدخل جهاز التصحيح الإلكتروني بتاخد اي دي. ولو احنا متذكرين مع بعض هنشوف كده الاي دي ده كده مثلا مع بعض. على سبيل المثال هنا مثلا اس اللي هي بتعبر لي عن الرقم الطالب student 000 علشان عدد الطلاب لما يبقى كتير 4، يبقى ده الطالب عندي رقم 4 اللي هو الاي دي رقم 4. يبقى الاس دي بتعبر لي عن في الاكسل عن الاي دي. كل ورقه بتمر للجهاز وبيصححها وبيصححها بشكل سليم ما بيعترضش عليها بتاخد اي دينا بالتسالي بالتسلسل. يعني مثلا هنا الاي دي ده يبقى رقم كام؟ رقم 1، وبعد كده ده رقم كام؟ 2. طب انا بعمل الاي دي ده ازاي؟ بكتب هنا في اول صف تم تصحيحه اللي هو كانت كراسه الاجابه الخاصه بالمعلم 1، والصف الثاني بكتب 2، وبعد كده بعلم على 1 وايه؟ و2، واجي للمربع الاسود الصغير ده واسحب علشان اكمل الاي دي بتاعي. لو ملاحظين ان الجهاز صحح في الماده دي 362 طالب، منهم طبعا مين؟
منهم اللي هو رقم 1 و2 و3 و4 كان نموذج الإجابة الإلكتروني الخاص بالإجابة النموذجية للاختبار اللي هو خاص بإجابات المعلم. يبقى أول طالب عندي بياخد درجة هو الطالب رقم 5 اللي هو الاي دي بتاعه رقم 5. يبقى الاي دي ده اللي هو الاس ده اللي هو الاي دي الخاص بالطالب. طب استفدت ايه من الاكسل؟ ان انا عرفت ان الجهاز بالفعل صحح 362 طالب. نيجي بقى بالنسبه لاجابات الطلاب، اي خانه اي خليه بتلاقيها فاضيه زي كده وزي كده معناها ان الطالب في السؤال ده ساب الخليه دي فاضيه، ما جاوبش على السؤال ده، السؤال ده الطالب سابه ايه؟ بلا اجابه. طيب لما الاقي نجمه، النجمه في اجابات الطالب زي الطالب رقم اي دي او ستودنت رقم 342، النجمه بتعبر عن ان الطالب حل اكتر من اختيار، يبقى الفاضيه دي الطالب سابها فاضيه خالص، انما النجمه بتقول ان الطالب هنا عبر اختار اكتر من اجابه، وبالتالي الجهاز ما قدرش ياخد قرار وحسبها له خطا وحط لك هنا نجمه علشان تعرف برضو الطالب ده برضو عمل اكتر من اختيار. علشان كده بنقول لو الطالب جاوب بالقلم الرصاص بيكون افضل، لانه يقدر يمسح ويقدر يعدل في اختياراته والجهاز بيتعامل مع القلم الرصاص بشكل طبيعي جدا. كذلك الحال الطالب ده ساب السؤال ده فاضي، اللي هو لو جينا طلعنا فوق خالص بنلاقي ال اللي هو سؤال اختيار من متعدد رقم 11، الطالب سابه فاضي خالص. يبقى الاجابه الفاضيه بيبقى موجود قدامها ان الخليه فاضيه خالص، انما الاختيار من انما لو الطالب اختار اكثر من اجابه بيجي لك على طول رمز النجمه. يبقى ملف الاكسل ده اولا فادني في ايه؟ رقم واحد عرفت كام ورقه دخلت للجهاز التصحيح الالكتروني واخر طالب كان رقمه كام. رقم اتنين الاجابات النموذجيه للمعلم وانا صححتها مره تانية على الجهاز، فتاكدت ان الجهاز بالفعل لما كان الطالب لما صححت اجابه المعلم على السؤال الاول اعطاني الدرجه النهائيه، ولما صححت السؤال الثاني بالنسبه في اجابات المعلم برضه اعطاني الدرجه النهائيه. بعد كده بيديني المجموع لكل طالب ودرجته في السؤال الاول كام ودرجته في السؤال الثاني. لو جينا مثلا لاي طالب بنلاقي موجود هنا اس اللي هو الاي دي بتاع الطالب، والجهاز بيدي اي دي خاص بذاته، يعني مش لازم ان انت تكتب رقم سري ولا اي حاجه، هو الجهاز بيتعامل مع الاي دي الخاص بيه. كل ورقه بتبدا في الماده بيدي لها رقم 1 2 3 4 وهكذا لحد ما يخلص كل الطلاب. التي اللي هو بيعبر لي عنه هنا داخل ملف الاكسل اللي هو التوتال سكور اللي هو مجموع الطالب، طبعا ورقه الاجابه دي ورقه كده خارج الماده ما لهاش علاقه بالماده، ولكن التي اللي هو التوتال سكور اللي هي مجموع الاجابات بتاع كل طالب، طالب ده كان جايب 40 ده 12 34 وهكذا. وبعد كده بتلاقي الرقم يبقى تي اللي هو التوتال سكور او المجموع بتاع الطالب، ده درجة السؤال الأول، الرقم الأول بيعبر لي عن السؤال الأول اللي هو سؤال الاختيار من متعدد اللي هو الكمبيوتر بيعبر لي عنه بإيه؟ MCQ score. والرقم الثاني اللي هو بيكون خاص بإجابة الطالب على السؤال الثاني، طبعا هنا إيه؟ السؤال الثاني اللي هو بيبقى true و false. طيب تعالى كده نشوف برضو لو كان ثلاث أسئلة زي كده، مثلا أهو السؤال الأول بيبقى S اللي هو الـ ID، T total score، درجة السؤال الأول اللي هو MCQ، درجة السؤال الثاني اللي هو true false، ودرجة السؤال الثالث اللي هو الماتشنج. لو جينا كده بصينا مثلا على ورقة إجابة تانية لمقرر آخر بنلاقي موجود فيها بالفعل السكور اللي هو المجموع الكلي للطالب، وام سي كيو سكور اللي هو إجابات الطلاب مجموع درجة الطالب في السؤال الأول، وبعد كده التي اف سكور اللي هو درجة الطالب في السؤال الثاني، وبعد كده الماتشنج اللي هو درجة الطالب ماتشنج سكور اللي هو درجة الطالب في السؤال الثالث. وبالتالي بتقدر ان انت كده تشوف درجة كل سؤال منفصل وبتشوف المجموع، وده بالفعل بيكون متسجل على كراسة الإجابة الإلكترونية الخاصة بالطالب، تي اللي هو توتال سكور، ام سي كيو سكور، تي اف سكور، ماتشنج سكور، والاس اللي هو الرقم الطالب اللي الجهاز بيديه اوتوماتيك، الطالب من اول ورقة بيصححها اللي هي إجابة المعلم لحد اخر طالب بيدي رقم ده بشكل تصاعدي متسلسل زي ما هو كان ظاهر معانا في ملف الاكسل. دي كده أول حاجة استفدناها من ملف الإكسل، إن ملف الإكسل اللي أنا شغال عليه بيكون متسجل فيه كل إجابات المعلم النموذجية على الاختبار، درجة كل سؤال، إجابات الطلاب كلها، الطلاب اللي سايبين أسئلة بلا إجابة، أو الطلاب اللي مسلم اللي هم مجاوبين أكتر من سؤال. أهم حاجة من فضلك ما تنساش إن أنت لازم ترقم الأي دي ده تاني بإيدك، نعمله مرة تانية. أول ورقة اتصححت كانت رقم 1، تاني ورقة رقم 2، بعد كده بعمل سيلكت لواحد واثنين زي كده بحيث الاثنين يبقى عليهم المربع ده كده،
وباجي بالمربع الاسود من هنا واكمل لحد ما اوصل لاخر طالب موجود عندي، اللي هو بيكون رقم ايا كان حسب عدد الطلاب الخاصين بالماده. طيب دلوقتي لو انا عايز بقى ان انا ايه، ان انا اعمل تعديل في درجه سؤال، او ان انا ازود درجه، يعني مثلا لو اجابه السؤال من 2، او ان انا اقسم الدرجه على 2 او على 3، ده طبعا يفضل ان انت طبعا تعمل سيف، خد نسخه تانية من ملف الاكسل زي ما قلنا سيف از، وروح لمكان تاني خالص وادي لها اي اسم تاني، ما تنساش ان انت تحفظها اكسل ورك بوك اكس ال اس اكس اللي هو اول اختيار، وسيف، علشان خاطر احنا لما نحذف، لما نعمل اي حاجه نكون بنلعب في ملف اكسل جديد خالص. تعال على العمود رقم بي اللي هو اجابات الطلاب والمعلم على السؤال الاول، واعمل سيلكت واسحب او ما تسحبش، علم اول عمود بس كفايه، وافضل ماشي لحد اللي هو الايه السكور او اجابات اللي هو المجموع الكلي، واضغط من الكيبورد على زرار شيفت ودوس على اخر عمود. كده انت عملت سيلكت للاعمده من اول سؤال لحد اخر سؤال. ليه؟ انا مش عايز الاجابات بتاعه الطلاب، انا عايز اعمل ايه، انا عايز اتعامل مع السكور والام اس كيو سكور والتي اف سكور. ارجع مره تانية، ممكن اعمل بالسحب والافلات، اقف على اسم العمود واسحب وامشي لحد اخر سؤال اللي هو اسال الماتشنج رقم كام، رقم 10، وكليك يمين على اي عمود من هنا، مش على خليه، لازم اكون واقف على اسم الاعمده، واقول له ايه ديليت، انا مش عايز البيانات دي، انا عايز ايه، عايز السكور وعايز الام اس كيو. طيب انت عايز تضاعف درجه السؤال الاول، عايز تضاعف درجه السؤال الثاني، عايز تقسم السؤال الاول على 2، مفيش اي مشكله خالص. هنا مثلا نعمل نسمي العمود ده ايه، مضاعفه درجه اللي هو الايه سؤال الام سي كيو، واكبر كده العمود من هنا علشان خاطر ايه يبقى درجه كبيره، وممكن اجي من هنا ازود الخط اكبره شويه، مفيش اي مشكله خالص، واقول له هنا بقى ايه، انت عايز تخلي السؤال الاول ان درجته تبقى في 2، بسيطه جدا جدا، السؤال اللي هو الام سي كيو ده اقول له يساوي، وبعد يساوي اقول له دي درجه السؤال الاول مش الام سي كيو سكور اللي هي درجه السؤال الاول، يبقى اول حاجه انا اخترت الخليه، تاني حاجه قلت له يساوي، عايز درجه السؤال الاول ده تمام مضروبه في 2 لو انا عايز اخليها في 2، او اقسمها على 2 لو انا عايز اخلي درجه السؤال بنص، واقول له انتر، مباشره السؤال الاول قال لي خلاص بقى ب 80 درجه. بعد كده اقف على المربع الاسود الصغير اللي بيبقى في يسار الخليه واسحب لحد الايه، لحد اخر طالب، هتبص تلاقي على طول ان انت ضعفت درجه السؤال الاول لكل طالب. الطالب ده كان جاي في السؤال الاول 35، لما ضعفتها بقت كام؟ لا ده الطالب الاول كان جاي في السؤال الاول 24، لما ضعفتها بقت 48. يبقى انا كده في خطوه واحده قدرت ان انا اعمل ايه، ان انا اضاعف درجه السؤال الاول. الطالب ده كان جايب في السؤال الاول 28 بقى جايب كام، 56. الطالب ده كان جايب 20 بقى جايب كام، 40. طيب السؤال الثاني اللي هو ترو فولس درجته كانت بنص، فانا عايز اقسم على 2، يبقى قسمت اقول له بقى ايه، او اقول على طول ممكن اقول تي اف، طبعا ده يرجع ليك انت، على 2، وبرضه اقف هنا كده واقول يساوي تمام درجه التي اف سكور اهي، هي هنا فاضيه مش مشكله، واقول له اقسمها على علامه القسم اهي على 2، انتر، واقول له نفس الكلام ده بالنسبه لمين، لكل الطلاب، كرر نفس الكلام ده لكل الايه الطلاب. ببص الاقي على طول ان الطالب ده كان جايب في السؤال ده كام، 12 بقى جايب 6، الطالب ده كان جايب 10 بقى جايب 5، وهكذا. طبعا ممكن اروح جاي مختار الخلايا كده كلها اللي هي فيها البيانات بتاعتي، المجموع بقى نعمل بقى المجموع الجديد، الدرجه ممكن اقول ايه، الدرجه النهائيه اهي خلاص فاينل، الدرجه النهائيه اهي، اقول له الدرجه النهائيه بتساوي ايه، اقول له الدرجه النهائيه بتساوي برضو، اقف على الخليه اقول له بتساوي السؤال الاول اللي هو مقسوم على 2 زائد السؤال الاول اللي انا ضاعفت درجته، انتر، وبرضو بروح جاي معلم الخليه من المربع الاسود الصغير ده، بروح جاي مكرر، وبالتالي بيبقى عندي النتيجه النهائيه لكل الطلاب. طبعا دي طريقه ان انا ممكن ان انا ايه يعني اضاعف درجه
سؤال او اقسم درجه سؤال وهكذا. لو انا عايز الفاينل سكور تيجي جنب الاي دي، اقف على اسم العمود اهو واروح جاي واخد منه ايه كوبي، واجي على السكور ده كده اعلم عليه اللي هو العمود بي، كليك يمين واقول له ايه لصق، علشان اخلي بس ان الفاينل سكور النتيجه ان هي تبقى جنب الاي دي بتاع الطالب لو انا عايز اجيبهم جنب بعض. وممكن بقى في النهايه ان انا اروح جاي معلم على كل الخلايا بالشكل ده كده، واكبر الخط شويه، اروح جاي على هوم اقول له خلي الخط بولد، خليه مثلا يبقى 14، واقول له خليه في المنتصف، واقول له خلي ده برضو في المنتصف. وممكن ان انا برضو اروح جاي كده مثلا على اللي هي البوردرز او الحدود، اقول له خليها حدود من كل الاتجاهات. طيب لو لقيت ان الكلام كده مش كامل، اقف ما بين الاعمده وادوس دبل كليك احتواء تلقائي، وبالتالي بتقدر ان انت تتعامل مع الدرجات بشكل بسيط جدا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.